اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج فوت جول. معاكم محمد اسامه، والنهارده هنلعب فيفا. في الحلقات اللي فاتت لعبنا الفوت ولعبنا رايفلز وجبنا جوائز الفوت وجوائز رايفلز والتصفيات وجبنا كل ده، وما طلعلناش حد جامد يعني يذكر. مش فاكرين، ما طلعلناش، هطلع لنا برونو اللي هو بقى دلوقتي بحوالي 50,000 ولا 40,000، فما طلعلناش حد جامد يعني. النهارده هنكمل شويه تصفيات للفوت، فاضل لنا فيها 4 ماتشات فهنكملهم كده ونشوف هنتأهل ولا لا. وكمان هنعمل عندنا جوائز رايفلز وعندنا الفوت هيرو، فهنفتح الفوت هيرو ونشوف هيطلع لنا مين، اللي هو اكيد مش عبيدي بيليه يعني، ونفتح جوائز رايفلز واكيد هي مش هيطلع لنا شاشات حتى. فيلا بينا كده. لعبنا التصفيات، لعبنا فيها 5 ماتشات، كسبنا 3 ماتشات، ففضل لنا 4 ماتشات المفروض نكسب منهم ماتشين بالفريق اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. احنا عملنا فيه تبديلات بسيطة يعني، ان ما طلعناش جوائز. ده الفريق، جبنا الحاج عطال، نزل له تيم اوف ذا ويك فاشتريناه، واشترينا الحاج اندي ديلو، وطبعا مش هيظبط قوي في الكيمستري فخليناه سوبر سب. وجبنا حبيبنا بقى عمر مرموش، هو سيلفا بس يعني نينجا زي ما بيقول. فعمر بقى ايه، ممكن ننزله كده في ماتش ولا حاجه نكون كسبانين ولا حاجه، نبدا نشوف الكارت بتاعه عامل ازاي، وممكن في الحلقات الجايه بقى نبدا نجرب النني، نجرب زكي، ربنا كرمنا ونجرب صلاح يعني، نفسنا كده يعني. فيلا بينا بقى نبدا كده اول ماتش. هنفتح الجوائز طبعا بعد ما نخلص الماتشات على طول. نفتح الجوائز دي مع جوائز التصفيات. يعني اتمنى نتأهل ويطلع لنا جوائز كويسه يعني. حتى لو ما تأهلناش نفتح الجوائز في الاخر عشان ايه، نلعب من غير ما نصيح كده، يبقى الصياح ياخد حقه في الاخر. تشكيله لطيفه، مش ما فيهاش حد جامد قوي يعني. غيرنا شكل الكاميرا، خليناها اللي هي الكوب ولا مش تقريبا دي هي من فوق كده، مش فاكر اسمها ايه، بس دي خلتني شايف الملعب كله وخلت الدنيا بالنسبه لي اسهل شويه يعني. انا لو عندي لعيبه بتباصي جامد هيبقى جامد جدا عليا ان انا اشوف انقل الملعب. لو لعيب قافل عليا اقدر اظبط الدنيا يعني. يلا يا اوبا. طبعا اوبا ده هو ملك افريقيا، لا صلاح بقى ولا ماني، والهدف الاول وملك افريقيا يا جماعه. ولكن انت غير عادي، انت استثنائي، انت لاعب مثالي. مش وقت، لا صلاح بقى ولا ماني ولا انا، مش عايزينهم خلاص، احنا عندنا اوبا، نفكر في الناس دي ليه؟ يعني اتمنى ايه ما تصدقنيش وفعلا ما تجيبليش الناس دي. يعني انا حتى مش عارف اشتريها، مش عارفين نجمع فلوس. يا اخي. يلا يا كولوبالي. ايه ده؟ النت فصل ولا ايه ده؟ يعني الماتش فصل والنت، وانا فاضل لي اصلا دلوقتي 3 ماتشات والمفروض اكسب منهم ماتشين وبالفريق ده، فيعني هلاقيها من ايه ولا من وي ولا هنلاقيها منين بالظبط؟ يلا بينا نشوف الماتش التاني الدنيا فيه ايه؟ يعني ربنا يعوضنا بقى ويجيب لنا منافس سهل ولا حاجه. فيلا بينا بقى نشوف الكلام ايه، وهنخسر الماتش ده ازاي، او النت هيفصل علينا ازاي. والله مش بحب اصيح، بس يعني اللي حصل ده ما فيش كده يعني. كنا عايزين نبطل صياح، بس واضح ان خلاص بقى مكتوب علينا ان احنا نصيح كل حلقه لاسباب مختلفه. عمنا بيبي ما فيش خالص، بس لولا مش هيبقى فيه كيمستري اصلا. اتو جول، الماتش باين من اوله اصلا.
ازاي يعني؟ ازاي؟ ازاي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ضحكت عليك، قلت لك هطلع من المنطقة وجبت فيه الجول. هي امتى بقى هتبطل الكورة لما تتقطع مني تروح له، لما اقطعها انا منه هطلع تاني؟ ياه حلوة 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 حلوة، حط يا كيسي بقى. يا زها يا زها يا حبيبي، عيب نكبرني على الكلام ده. بس فوكي هيرجع لورا، مش هيرجع، هيكمل. لا 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 لا، عيب يا ايه لما يبقى شابين زي الواد كده بيلعبوا والاتنين عندهم لاج، يعني انا عندي لاج والراجل اللي قدامي عنده لاج، مش عارف السيرفرات دي هتتظبط امتى يعني. لا الحمد لله الحمد لله، بس بيلعب على دي وانا مش عارف اعمل له ايه هناك، احط له مين يعني؟ حرام. ايه يا اوبا يا حبيبي، طب عدي بقى يا اوبا، يلا يا اوبا، يلا يا اوبا، حلو يا اوبا. يا ايه ده يا ربنا بقى؟ طب حط حط، اي حد يحط. يا كولوبالي حسسهم ان في حد في الدفاع. يا كولوبالي الحمد لله، شوط خلص. عاوزين بقى نتعادل وبعد كده نشوف ايه هنعمل ايه، عشان انا ممكن. يلا يا اوبا، ازاي يعني؟ ازاي عضت ايه دي؟ يلا يا اوبا يلا يا اوبا يلا يا اوبا يلا يا اوبا بقى حط. ابعد الكورة بقى يا اخي يا اخي يا كولوبالي. هي دي مش باصة يعني، بس دي غلطتها. حط يا اوبا حط يا اوبا جون. ايوه اتمنى يا كولوبالي تركز بس ثواني. تركز ثواني، مش تشربها في نفسك يا بيه. حلوه يا مندي. طيب ايه ايه ايه، خلاص امسك بقى مين دي. يا ابيض. لا 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 لا، خلاص بقى، ما هي باظت 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 باظت. ماتش غريب ما تفهمش ايه اللي بيحصل فيه. قدامنا كده فرصتين نكسبهم، ماتشين لازم نكسب الماتشين. يلا بينا بقى نشوف الماتشين الجايين هيبقوا عاملين ازاي. يعني ماتش بالنت وماتش تاني ما تفهمش ايه المشكله فيها، نت وفيها لاج وفيها واحد بيلف وفيها فوقيه، فماتش غريب جدا.
فقدامنا ماتشين، لو خسرنا ماتش واحد فيهم فاحنا كده مش هنتأهل للفوت. اخر اسبوع في الفوت احنا متأهلنالوش بسبب EA وWii، مش بسبب ان انا بلعب وحش. عايزين بقى الناس الجدعان اللي هم بيخلصوا ماتشاتهم دول ويدوا بقى الماتشات للناس، يدونا الماتشين دول. هذا كده كده الراجل ده مش هيديهولنا. يلا يا كيسي. ايه يا كيسي؟ انت بتهزر يا ابني، هي زريبه يا حبيبي، هي زريبه دي، انت متخلف يا ابني. الواد فوفانا اتزنق يا عيني بين اللعيبه ما بقاش هيك. جول مالين جول. طب يلا يا اسطى، عندما كفايه لف. برافو عليك، برافو عليك، جامد. مش فاهم بيحصل ايه فعلا، يعني دي حاجات ما بتحصلش. واي ابديت ما هتتعدل ازاي طيب؟ واحد شاط كوره في الزاويه الضيقه اللي واقف فيها الجون فخبطت في العارضه ودخل الجون. ازاي بقى؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي؟ يا اخي بقى، يا اخي بقى، ده انت مستفز فعلا. مبروك يا بي، مبروك يا حبيبي. تقريبا اول ماتش من ساعه ما لعبت بتاع دي ما اجيبش جون واحد. اجمد كده ولا مش... لا بص ما تعيطش، مش عايزك كده. ها اجمد. يوم النهارده ضايع ضايع، مفيش حاجه واحده بتتعمل صح. كده فضل لنا ماتش ملوش لازمه بقى نديه لاي حد من الناس الجميله دي. هندخل نديه لحد وبعد كده نفتح الجوائز وخلاص كده، بارك الله فيما رزق النهارده. عندنا الفوت هيرو، وعندنا باك ب 50,000، وعندنا باك برايم او سمول برايم مش عارف. المفروض ان هنا يطلع لنا باك ولا اي حاجه، باكتين اي كلام. انا عايز اخد الكوره اجيبها في نفسي. ايوه خلاص هتهنت. يسطا بتحتفل بإيه؟ يلا يلا بقى نشوف الجوائز إيه ونشوف الدنيا عاملة إزاي. أتمنى الصياح ده يعني ربنا يعوضنا عليه بأي حاجة. باكتين أهم ملهمش لازمة أصلا، مش عاوزين نصيح. نفتح الجولد بلايرز باك الأولى. مش متوقعة بقى. جميل، واحد سيفين سوسون سوسون سيفين سوسون. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، عشان ناقصين لمخة في الكلام. يلا بينا نشوف دي، يعني ممكن ممكن يجي منها حاجة ان شاء الله. حتى شاشات ايه ده؟ حلو حلو، انفورم جميل. مين ده؟ ميتوفيتش. ماشي يا عم ميتوفيتش، ماشي انفورم حلو ب 10,000 اي حاجة. فاضل لنا ثلاثة. نفتح السمول، نخلي ال ولا نفتح باك، خلي باك الهيرو اخر حاجة. ووك اوت. مين؟ ايطاليا. دوناروما. ده حلو يعني، هو مش هيلعب عندي بس ده ايه؟ ده تريدبل اصلا. جميل قوي ده، حلو بس مش عارف غالي بقى ولا رخيص ولا ايه الدنيا. هيطلع مع حد حلو قوي، جميل. فلاحوفيتش. اعمل ايه يا جماعه؟ ربنا بلاني بواحد قريب. تضحك معايا ليه؟ فلاحوفيتش يطلع لنا كمان مع دوناروما. غالي دوناروما؟ ايه 60 مثلا؟ 60 جامد. يلا اخر باك، وطالما طلع لنا ووك اوت في باك مش هيطلع لنا هنا حاجه، انا واثق يعني. شاشات شاشات. جنتر. لوك افتكرت تو سيو، افتكرت تو سيو. يلا فاضل لنا باك الهيرو اللي يعني هم تقريبا حاجه و30 هيرو، يعني عندنا نسبه 1 من 31 ان يطلع لنا عبيدي بيليه. بقول لك ايه، لو عندها نسبه 99 من 100 ان يطلع لنا عبيدي بيليه مش هيطلع لنا عبيدي بيليه اصلا. فنفتح باك الهيرو يلا بسم الله. مين ده؟ مش عبيدي بيليه مبدئيا. وجول كيبر دوديك.
ده غالي، ده ب50,000 وحاجات كده كويس. احنا طلع لنا تقريبا حوالي 80,000. 80,000 ده مبلغ كويس. احنا اصلا جوائز الفوت نفسها لو كنا تأهلنا يعني كانش بيكمل 50-60,000. هكون ان احنا يطلع لنا 80,000 من الباكس دي، فدي حاجة جميل. انا اول مرة بصراحة ما تأهلش للفوت، فما عرفش بقى في الحالة دي ينفع نجرب تاني ولا لا. فخلونا كده نلعب ماتش رايفلز نشوف هيعدلنا اصلا ولا ايه. هنلعب ماتش بس هنبدل بديلين كده، يعني هنحط مثلا مرموش اساسي، نحط ديلون مكان الحاج بيبي، ونحط مرموش اساسي. فيلا بينا بقى ايه نجرب كده مرموش ده، لان الماتش اللي فات نزل طبعا واحنا في بحنا، فما ما بصاش كوره تقريبا. أسوأ حاجة بقى إنك تلعب بمنتخب أفريقيا إن في لعيبة كتير بتبقى نفسك تجربها، ومثلا لعيبة إس بي سيز فهتصرف فيها حاجات تانية عشان تجربها. إيه يا اسطى؟ أنا بحسب هيجيب يا ابني يا حبيبي، ده ماتش رايفلز صح؟ فين؟ يا ابني يعني إيه اللي يخلي واحد ينساب في ماتش رايفلز أصلا؟ ماشي إحنا كده كده داخلين نجرب فجامد يعني ماشي. هيعدلنا بقى تاني؟ مفيش أصلا، مفيش. احنا كده خلاص رسميا مش هنلعب في السيزون ده فوت تاني، لان ده اخر فوت. فخلاص كده شفت اللي حصل النهارده، خلاص خلصنا. ويعني اكتر حلقه فيها صياح بسبب كل حاجه، بسبب النت وبسبب السكريبتات وبسبب اللاجز وبسبب شركة وي وبسبب شركة اي اي وبسبب كل حاجة. يعني حلقة كلها صياح وما تأهلناش في الآخر، وبس الحمد لله الجوائز يعني طلع لنا منها بتاع 70-80,000. مش عارف ممكن نعمل ايه في الفريق، احنا محتاجين صلاح او ماني هو اللي هيظبط معانا الدنيا، ومش هنعرف اصلا نجيبهم بال 80,000 دول. فدعولنا كده ان ربنا يكرمنا بباك حلوة ولا اي حاجة، والسيزون اللي هيبدأ الجديد يكون وش حلو علينا ونبدأ بيه على الاقل بماني، يعني اللي هو سعره بقى 200,000 دلوقتي. فخلاص دي كانت ده اللي حصل النهارده، واشوفكم في حلقه جديده.